اذا ذكرت مكه والمدينه خفق قلب العالم الاسلامي حبا وشغفا ففي مكه بنى ابو الانبياء خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام الكعبه المشرفه بامر من ربه ليكتب الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم العيش والاستقرار في مكه التي شهدت بعثته رحمه للعالمين قبل ان ينتقل مهاجرا نحو المدينه المنوره ليؤسس فيها عاصمه الاسلام الاولى ويطلق منها رسالته للناس كافه من اقصى الارض الى ادناها لتمتلئ هاتين المدينتين المقدستين بالمعالم النبويه الشريفه التي تشرح رؤياها القلوب وتسعد النفوس بالمرور عليها وتاملها بعين المحب الشغوف سيد الشهداء يلقب عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه بسيد الشهداء ويلقب ايضا باسد الله واسد رسوله وذلك نظير قوته الشديده في المعارك وباسه القوي في الحروب والتي كانت نتيجتها ان اكرمه الله عز وجل بالشهاده في غزوه احد ودفنه بجوار جبل الرماه في مقبره اشتهرت فيما بعد بمقبره سيد الشهداء او شهداء احد حديثا وتشتهر المدينه المنوره بالكثير والكثير من المواقع الاسلاميه التاريخيه كونها عاصمه الاسلام الاولى ولذلك فقد امتلات بالاماكن التاريخيه الكثيره والمرتبطه بكلمه يتعلق بحياه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن الاماكن التاريخيه في المدينه المنوره موقع غزوه احد بجوار جبل احد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم جبل احد جبل يحبنا ونحبه ويتضمن موقع الغزوه جبل الرماه وهو الجبل الصغير المرتبط بقصه الغزوه الشهيره اضافه الى مقبره سيد الشهداء والمسجد الذي بني بشكل رائع في العهد السعودي الزاهر واصبح ثاني مساجد المدينه بعد المسجد النبوي الشريف من حيث المساحه واستيعاب المصلين ولقد مرت بحياه الصحابي حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه بعده مراحل كانت اولها حياته في الجاهليه والتي تربى فيها في رعايه والده عبد المطلب بن هاشم الذي كان سيد قريش وبني هاشم ونشا ينهل من الشمائل والقيم العربيه الاصيله من البطوله والشجاعه والكرم والنجده وغيرها وكان اشد فتى في قريش واعزهم شكيمه فقد شهد حرب الفجار التي وقعت بعد عام الفيل بعشرين سنة وشارك فيها فتى يافع ومن حسن إدراكه وقوة شكيمته رضي الله عنه أنه سمع بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل اعترضه بسوء فذهب إليه وكان حينها مشركا وضربه بالقوس حتى شجه وقال له أتشتمه وأنا على دينه؟ فقال له لقد صبأت، فرد عليه حمزة رضي الله عنه قائلا: وما يمنعني منه؟ وقد استبان لي منه ذلك، وانا اشهد انه رسول الله، وان الذي يقول حق، فوالله لا انزع، فامنعوني ان كنتم صادقين. ولما اسلم، عرفت قريش ان الرسول محمدا قد عز وامتنع، وان حمزة سيمنعه. فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه نقول ان هذا المسجد له قصه وكما يقال لكل قصه وقائع وحكايه مسجد سيد الشهداء مسجد ارتبط باسم سيد شهداء المسلمين وسيد شهداء العالمين حمزه بن عبد المطلب عم رسول الله الذي وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على جثمانه الطاهر وقال لن اصاب بمثلك يا عم وقد صدق يجب ان نستشعر هذه الوقائع عندما نتكلم عن هذا المعلم التاريخي الهام في المدينه المنوره الا وهو مسجد سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب الواقعه واقعه احد وهي ثاني غزوه في الإسلام وأول غزوة تقع في المدينة المنورة لها الكثير من من أعطوا وأبدعوا في هذا المجال نحن في هذا الموقف وفي هذا المسجد وفي هذا المقام نستشعر القيمة الروحية لمسجد سعداء أحد الذي كان في هذا الموقع منذ أن صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد شهيدا شهيدا وكان أمام الجميع حمزة بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه وأرضاه فصلى عليه سبعين صلاة لهذا لقب بسيد الشهداء وقال قولته المشهورة كما أسلفنا لن أصاب بمثلك يا عم وقد صدق فلم يصب الحبيب صلى الله عليه وسلم مثل ما أصيب في استشهاد حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه ولله حكمه في ذلك هو المدبر للامر لا يسال عن ما يفعل مسجد سيد الشهداء وقد امتدت بحمد الله يد الاهتمام والعمران والابداع حتى اصبح ثاني مسجد في منطقه المدينه المنوره بعد المسجد النبوي الشريف من حيث المساحه ومن حيث عدد المصلين القياده الرشيده الراعيه الواعيه جزاها الله خير استشعرت البعد التاريخي لهذا الموقع ولهذا المسجد. كيف لا وهي القياده التي قيضها الله لان ترعى وتصون ماثر الاسلام والمسلمين في الحرمين الشريفين في كل من مكه المكرمه والمدينه المنوره. فالحمد لله على هذا العطاء اجل الحمد واجزله. واحسنه واجمله واكمله. الحمد لله ان يد العمران والنماء وصلت حتى شملت هذا المسجد الذي عندما تصلي فيه تستشعر عظمه الاسلام، تستشعر وتسترجع ذكرياتك للقيمه الروحيه التي لهذا المسجد بشكل خاص ولموقعه احد ولهذا الجبل الذي يحبنا ونحبه. كما قال سيدنا رسول الله تمام جبل احد بشكل عام. المدينه المنوره لا تخلو من معالم وشواهد مباركه ولكن مسجد السيد الشهداء او مسجد الشهداء كما يطلق اختصارا او كما كان يطلق مسجد سيدنا حمزه هذا المسجد له قيمه بانه يذكرنا بوقوف الحبيب صلى الله عليه وسلم والصلاه على الشهداء والصلاه على عمه والوقوف حتى تم مواراتهم ودفنهم ودعا لهم وقال والله لولا اخشى ان تكون سنه من بعدي لتركته حتى يكون في حواصل الطير ولولا اخشى صفيه وهي عمته وشقيقه عمه حمزه رضي الله عنهم وارضاهم تمام لفعلت ما فعلت فنزل قول الحق فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم أقسم أن يقتل منهم سبعين بدل حمزة ولكن الحق عز وجل هنا عاطفة النبوة تتجلى وعاطفة الإنسانية وعاطفة محمد الإنسان الكامل ولكن الحق هو الفيصل والحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل هو مشرع لنا في كل شيء فلذلك كان التوجيه فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم من هذا المقام ومن هذا الاحداث التي مرت في هذا المكان المبارك نستشرف عظمته وكيف انه معلم اسلامي يجب ان ياتي اليه المسلمين لا سيما انه من المواقع التي كان يحرص الحبيب صلى الله عليه وسلم ان يسير اليه هي مواقع معروفة زارها الحبيب وصلى فيها ودعا لاهلها ونحن نتاسى بفعله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء كان ياتيه ماشيا او راكبا كل يوم سبت واهل البقيع ومسجد الشهداء او شهداء احد كان ياتيهم ويدعو لهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم آه هذا المعلم كرمز اسلامي يجب ان نحن ان نلقي عليه المزيد من الضوء ان ننظمه في رحلات السياحه والزياره الدينيه لمنطقه المدينه وان يكون هناك اناس متخصصين يعطوا هذا الموقع حقه من الايضاح والتوضيح باذن الله نتعشم ونامل ان نرى فيه معالم ومشاهد غزوه احد وفق احدث النظم التي تتم الان بمشروع الصوت والصورة وكما يقال بانوراما ومعالم الغزوة ومتحف إسلامي يحكي المواقف والمآثر الخالدة لرحلة هذا النبي العظيم المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وما عاقبها وما رفقها من أحداث ولا أجد أجدر من هذا الموقع أن يكون أهلا لهذا المكان ويروى عنه رضي الله عنه انه عندما اسلم انشد قصيده فيها نسبها البعض من الرواه اليه نسرد منها بعض الابيات حمدت الله حين هدى فؤادي الى الاسلام والدين الحنيف لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف اذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف رسائل جاء احمد من هداها بايات مبينات الحروف واحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف فلا والله لا نسلمه لقوم ولما نقض فيهم بالسيوف وختام القصيده يؤكد على انه رضي الله عنه كان رافضا تمام الرفض لتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لقريش وكان يفديه بروحه وسيفه ولذلك عندما اسلم واسلم معه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قويت شوكه الاسلام وخرج الصحابه امام صناديد قريش وطافوا بالكعبه المشرفه لا يخافون الا الله سبحانه وتعالى مسجد سيد الشهداء اشاره الى المسجد الذي بني في ميدان معركه احد وقريبا من هذا المكان توجد هذه المقبره لشهداء غزوه احد التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف شهر شوال من السنه الثالثه من الهجره النبويه تذكر المصادر التاريخيه ان النبي صلى الله عليه وسلم من حين لاخر كان يتعهد هؤلاء الشهداء بالزياره تقديرا منه عليه الصلاه والسلام لمواقفهم ولتضحيتهم ولصدق ايمانهم واخلاصهم وثباتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمه هؤلاء الشهداء عمه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه والصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة أهل المدينة إلى الإسلام قبل هجرته عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعهد هذا هؤلاء الصحابة بالزيارة والدعاء لهم والاستغفار لهم فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وكان اذا ذكر هؤلاء الصحابه في مجلسه عليه الصلاه والسلام كان يتمنى لو نال الشهاده معهم وغادر هذه الحياه تقديرا منه عليه الصلاه والسلام لمواقفهم رضي الله عنهم اجمعين حينما اتحدث عن هذه المعالم وقد ابدا في هذا المعلم الاساسي وهو مسجد سيد شهداء الجنه بمشيئه الله اعلم علم اليقين انني لن اعطيه حقه في معالمه التاريخيه ولا اريد ان اسرد سيرته التاريخيه كغزوه غزوه احد او كجبل الرماه او كجبل احد او ما مثلها من هذه الامور بقدر ما اريد ان اوصل حديث الروح الى الارواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء بقدر ما اريد ان ابعث في نفسي ونفس المشاهد الكريم والمتطلع لما حصل في هذا المكان من غزوه احد حصل في هذا المكان من الايثار بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم حصل في هذا المكان من الكر والفر حصل في هذا المكان من الاخوه الصادقه حصل في هذا المكان من الخوف والمحبه لنبي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم فيما حصل في هذا المكان من الايثار والحب والمشاعر الجياشه اما بالخوف على الرسول صلى الله عليه وسلم حينما شاع وانتشر بين صفوف المجاهدين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل وقد استشهد من خوفهم ولهفتهم وحبهم وعطفهم وايثارهم واخوتهم الصادقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الدين كما قال صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف والاثار وليس المقام ان اسرد شيئا منها بقدر ما ان استشعر روحها وايجابيتها وتربيه رسولنا الكريم لاصحابه ولمن كان معه في ذاك المكان حينما يزور الزائر مسجد شهداء احد ويرى المعالم التاريخيه في سرده بينه وبين نفسه حينما يعلم ان في هذا المكان قد وطا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما يرى ويسترسل المتحدث ويعلم ما كتب التاريخ وما سبقني فيه الفضلاء من السرد ومن الكلام ما والله يثلج له الصدر وحينما أرى في هذا المكان من إعمار ومن إنشاء لهذه الدوله الطيبه المباركه ممثله في ولي امرنا ووالدنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نسال الله ان يحفظه وان يسدد على الخير خطاه حينما نرى اهتمامه لهذه المدينه ومعالمها لهذه المدينه واثارها والله مما يثلج الصدور ويسعى له الانسان للتطوير وكما قال في الاثر ابن القيم رحمه الله من علامات بلوغ العقل علو الهمه والراضي بالدون فهو دنيء فهذه الحكومه الراشده ممثله بوالدنا وولي عهده الامين لم تنأ ولم تتاخر ولم تنظر الا بعلو همه في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه المآثر وفي مثل هذه المواقع حينما يعلم الانسان ويرى فيها يرى شهداء احد ويعلم ما دار وسار فيها من خير وبركه من قبل كل شيء من الله سبحانه وتعالى، مما دار فيها وتقدر فيها من الله سبحانه وتعالى بهزيمه المسلمين في ذاك الوقت لاختلاف آرائهم ولمخالفتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس المجال ولا المقال ان اسرد سيره غزوه احد بقدر ما ان اسرد واستشعر الحب الروحاني فيها وما حصل فيها. بعد ان سمح النبي صلى الله عليه وسلم بهجره الصحابه الى المدينه المنوره سبقه الكثير من الصحابه ومنهم الصحابي حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم كان اول لواء عقده فيها للصحابي حمزه رضي الله عنه حينما بعثه الى سيف البحر من ناحيه العيص في ثلاثين راكبا من المهاجرين ليس فيهم من الانصار احد فلقي ابا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائه راكب من اهل مكه فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين جميعا فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال ولانه شجاع ومقدام فقد كان اول من بدا مبارزه المشركين في غزوه بدر وذلك حينما بارز الاسود المخزومي وقتله ثم بارز شيبه بن ربيعه وقتله وقتل ايضا عتبه بن ربيعه واخرين غيرهم في مشهد يؤكد شجاعته وقوته في الدفاع عن الاسلام ومساهمته الكبيره في انتصار المسلمين في غزوه بدر الكبرى واصل حمزه رضي الله عنه خدمه الاسلام مجاهدا ومناضلا في الدفاع عن رساله النبي صلى الله عليه وسلم لتصل للناس كافه وما هي الا فتره بسيطه وتاتي قريش للانتقام في هزيمتها في بدر فكان لقاء قرب جبل احد في معركه احد احدى اشهر المعارك في العهد النبوي الشريف وعندما بدات المعركه انطلق حمزه رضي الله عنه يقاتل المشركين حتى احصى منهم واحدا وثلاثين شخصا وكان رضي الله عنه يقاتل بسيفين من شده شغفه واقدامه وقوته وجهاده واسلم اسد الله الروح الى بارئها عز وجل وبعد نهايه المعركه عثر عليه وقد مثل به لذلك حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا وقال عبارته المشهوره لن اصاب بمثلك يا عم ابدا وصلى عليه سبعين صلاه حيث وضعه ثم اخذ يصلي مع كل شهيد وهو سجي امامه فاصبحت الصلوات سبعين صلاه وقال صلى الله عليه وسلم والله لولا أني أخشى أن تكون سنة من بعدي لتركته دون أن يدفن حتى يكون في حواصل الطير. رضي الله عنه وأرضاه. ويعتبر تعليم الأطفال قصص أبطال الصحابة مثل حمزة وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم من الأبطال الذين صنعوا التاريخ. وساهموا بوصول رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى شتى أنحاء العالم في سنوات بسيطة لهو أمر مهم جدا لتذكير الأجيال تلو الأجيال بتاريخهم العظيم وإرثهم العريق بالنسبة لمسجد سيد الشهداء كمقر أو كموقع معروفة تاريخية طبعا يعتبر مسجد سيد الشهداء هو من احد المساجد التاريخيه لانه احنا زي ما تعرف يا دكتور احنا عندنا في بعض المواقع في تاريخيه واثريه ونبويه النبويه اللي ثبت بالادله القاطعه لوجود لصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها والتاريخيه اللي هي ما اثر عن الصحابه رضوان الله عليهم انهم تم الصلاه فيها او تتابعت في العصور التي تليها مسجد سيد مسجد سيد الشهداء هو احد المساجد التاريخيه طبعا لم يثبت لم يثبت عبر التاريخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ذاك المقام ولكن هي موقع يتبع غزوه احد، وغزوه احد زي ما يعني زي ما ذكرت في كتب التاريخ وهي من الغزوات التي ابتلى بها المسلمون وكانت غزوه محدده ولكن للاسف للتاريخ تاريخيا هي يعني يعتبر في بعض المراجع انها هزم فيها المسلمون. ولكن حقيقه لم يهزموا هي تعتبر بالمصطلح العسكري هي نكسه عسكريه. فبعد طبعا الاحداث يعني توالي الاحداث عليها وخروج المشركين بعد المعركه هي غزوه لم يعني لم تاخذ من الوقت ما يتجاوز يعني اذا اخذناه من الناحيه العسكريه او من الناحيه اللوجستيه العسكريه انها ما حتاخذ يعني من ساعتين لثلاث ساعات اللي هي كان التفاف خالد بن الوليد بعد انتصار المرحله الاولى، انتصار المسلمين في المرحله الاولى. والتفاف خالد بن الوليد بجيشه حول غزو جبل الرماة وقتله للرماة التي كانوا الذين كانوا على الجبل ف... وبدات المعركه تاخذ بالشكل الانتصار لصالح المشركين ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين بعد انتشارهم وعادوا و... وكانت في هناك المرحله الثالثه لغزوه احد وهي ما بين جبل الرماة وما بين جبل احد وكان فيها تبادل ما بين الانتصار والهزيمه. وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار عمليه انتهاء المعركه الرسول صلى الله عليه وسلم انسحب الى سفح الجبل الى سفح جبل احد وبدات طبعا في في ذيك اللحظه كانت عليهم اثار الهزيمه او اثار الضعف الذي اصاب المسلمون وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسرت نواجزه. وصاب وصاب وصال وسال منه الدم يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول عليها امر مطلوب بالاضافه, بالإضافة إلى, بيان الى بيان ان هذه, هذه الاثار, الأثار مرتبطه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيره النبي صلى الله عليه وسلم لا نتعبد بها ولا نتبرك بها لانها عباره عن اثار ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في من يقومون على المحافظه على هذه الاثار وبقائها وان يبارك في الجهود وان يجزي الله خيرا كل من قام على المحافظه على هذه المعالم وعلى هذه الاثار من الاندثار من الاندثار من الاندثار, من الاندثار وهذا غيض من فيض فما تضمه بقاع ارض مكه المكرمه والمدينه المنوره من معالم نبويه شريفه كثير جدا ولو كتب لكل مكان في هاتين المدينتين ان يتحدث لحكى لنا شيئا من السيره النبويه الشريفه وهذا ما جعلهما يسكنان في قلب كل مسلم ومسلمه وينتمي لهما جميع المسلمين من حول العالم حيث تتوق لهما قلوبهم وتتطلع لزيارتهما افئدتهم ويصلون تجاه الكعبه في كل فروضهم وعشقهم لمكه والمدينه لا يساويه شيء ولا ينتهي حتى قيام الساعه